السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله محاضرتنا الثامنة، اللي هي تابعة للديدان الشريطية، اللي هي جماعة السيستولة. طبعا أخذنا بالمحاضرة السابقة اللي هي جماعة التنياسيس، وعرفنا شنو التنياسيس، وقلنا تقسم التنياسيس تينياسيجيناتا وتينياسوليوم، ديدان البقرة الشريطية وديدان الخنزيرية. وايضا غضنا الانيكوكوس جرانيوليسيس اللي هي هادات السيست، وغضنا الكبر مالتها، انه الاكبر الديدان اللي موجوده اخذناها. انه راح ناخذ ان شاء الله في هذه المحاضره اللي هي جماعه الهيمولوبيزيس، واللي تضمن الهيمولوبيزيس نانا والهيمولوبيزيس دمنيوتا، وايضا راح ناخذ الكنانيوم، و ناخذ الأخيرة اللي هي جامعة تابعة للسيدو كتالوجا العفو، اللي هي دايبوباكتيريوم لاتيوم. إن شاء الله يعني المحاضرة كلش بسيطة يعني بصراحة، فبس بيها 4 أجناس، بس هذه الأجناس كلها متشابهة تقريبا. أول 3 متشابهة، بس الأخيرة شوية اختلاف بسيط. زين، فنجي بالبداية ناخذ الهيمولوبس نانا، واللي صحولها التورف تورف دوارف تابورمز، الدودة القزمية. طبعا مثل ما عودناكم الكلاسيفيكيشن اللي جماعة السيستودة اللي قسمناه السايكلوفيديا وأيضا السيبولوفيديا، وغدنا الانيكوكاس التنياسيس تينياسيجيناتا، وراح ناخذ ان شاء الله هذول الاجناس الهيمولوبس نانا والهيمولوبس دمنيوتا، باعتبار انه ذني مشابهات بالدورات الحياه واللايف سايكل. وايضا راح نعرج وناخذ الدايبوبوثريوم كانانيوم اللي هي صورة دوك تاب وومز، والجنس الاخر السيدوبوليفوليا، حتى نخلص هذه المحاضره للسيستودا وننتقل الى ان شاء الله غير كلاس. طبعا ان شاء الله راح ناخذ اللي هي الهنوبو بسنانه، اللي هو الهنوبو بسنانه طبعا تعيش بالاماكن الحاره والمعتدله، موجوده في العراق، يعني سجلت حالات كلش نادره وقليله، تكاد تكون بالش اسمه بالمايس موجوده، يعني ايضا بالرات، هي والدمنيوتا، هذا الاشنانه والدمنيوتا يقولون عليها ديدان الراتات يعني. زين، طبعا الاسم التسمية مالتها مودورف تابورمز، طبعا هي من اصغر وحدة في الديدان الاسطوانية السيستود العفو في الديدان الشريطية. التابورمز كلش قزمية، وراح تمر ب يعني دور الحياة مالتها راح كلش بسيطة، الدايركت والاندايركت. زين، سميت هذا الفيرست ديتكشن باي بيهاوز 1857 بالسمول انتستينال، والمرض اللي سبب الاشدمنيوتا والاشنانة صحولة الهيمولوبيسيس. طبعا الطول مالتها من 2 الى 3 سنتيم، كل صغيرة تراها بالعين المجردة، اذا ايش اسمه، واللايف سايكل دايركت، وايضا اكو بعضها اندايركت. الهوست قلنا المان يعني الهيومن، والرات والمايس، وهذا الشكل مالتها تقريبا. نيجي للمورفولوجيكال شيب مالتها. اول شيء مثل ما اخذنا بالسجيناتا واخذنا الانيكوكوس، هذه راح تتكون ايضا من شو اسمه سكولكس، وتحتوي على ايضا السيجمنت والماتشور بروليتد، وايضا يحتوي على النيك مالتها، ايضا النيك لونج اند سلندرز. هنا أنا هذا اذا بشوفون حضراتكم، هنا طول الدوده قلنا من 1 الى 4، من 2 الى 3، يعني حسب طبيعه المنطقه اللي تعيش فيها. طبعا مقسمه والتقسيم مالتها ما يعادل 200 الى 100، يعني من 100 العفو الى 200 سيجمنت موجوده، ويحتوي على الرأس، على أيضا السكولكس يحتوي على روستوليوم، والروستوليوم يصبح له الريموبويد شيب، يعني شكله هيك محبب أو مدبب كلش بارز طويل، شلون خرطوم في النهاية يعني.
زين بعد ايش عندنا؟ قلنا هذه اصغر الديدان الموجوده، وايضا يحتوي على الماتشور والماتشور والبروجريتد. نجي للايج مالتها. الايج قلنا بيها تو لايرز. اللايرز الاول اللي هو شوفون ايش حضراتكم، تو لايرز، الانر لايرز والاوتر لايرز. هذه وهذه المختلطات ب 3 بيرز اوف هوك، هذه بدايه تكوين الهوكس. وهذا الشيلز، هذا مالت هذا الشيل اللي تشوفوه واضح، وهذا البورز، وهذا اللي يصبح الفيلمنت الاميجريشن بورز اللي سراوند اوف ذا اللي هي كانز امبيرايد. هذا بالنسبه للايج. طبعا الايج اراوند اوف ثلاثين اوف 30 الى 70 الحجم مالته مايكروميترز. البور فليمنت، هذا البور بالامبراي فورز، والثيكنس مالته كلش عالي. نجي للاربا. اللاربا يصحوا للسايتوسيركوزز، واللي هو الانفكتيف ستيج راح ناخذه ان شاء الله في دورات الحياه. زين. طبعا هذه الدوده ايضا تمتاز بالاوتو انفكشن، وراح ناخذ شنو معنى الاوتو انفكشن خلال دوره الحياه. ها البيضة هنا اختلفت، يعني اذا تذكرون اخذناها بالسجينات بالديدان انه ما اقدر اميزها، وايضا بالانيكوكاس كرانيوليسيس هي نفس التنياسس، اللون مالتها يلو الى بوبليش، يعني لون الى براون، عفوا يلو الى براون. هنا لا اصير كولر ليس، يعني ما بها اي لون، لون مالتها يصير شفاف. وراح عندي بعض العينات وان شاء الله بالعملي اذا بديت بالمحاضرات بعد انتهاء هاي الفتره ان شاء الله من كورونا نشوفها. هذا الشكل مالت الاجنان، هذا صحول الادرت وونز، هذا الشكل مالته بعد تصبيغ غير غير شكل. هنا انا سايتوسيركوسس اللي غدناها اللارف، وهنا انا مصبوغه هذه هذا نام ماتشر بروجليتد. طبعا البروجليتد ما اختلف لانه هنا ايش قلنا الهيرمو فولايت، يعني شنو الاوفالي والتيس موجوده في نفس الماتشر بروجليتد، واضح. نجي لللايف سايكل. اللايف سايكل هنا أنا مالتها شوية ما تكون يعني بها يعني شوية اندايركت والدايركت. طبعا شنو تصيب الانسان؟ يعني هسه اذا الانسان صاب عن طريق الرودنت، طبعا شوف هنا الرودنت تتغذى وين؟ على الفيلز. الفيلز اللي هي مثلا الخنافس اللي موجودة، مثلا خنافس الطحين، وهذا منتشرة. طبعا هاي تصيب الاطفال بصورة خاصة صراحة، يعني هذا يصيب الاطفال بصوره خاصه. لذلك تشوف الطفل اللي يلعب مثلا بالاماكن الريفيه، اكو حالات قلنا شو اسمه مسجله، واللي يحب انه يدخل على هذا الاكاديمي العراقي ويشوف الحالات المسجله في رولاند كلش بسيطه بالاجنانه. طبعا هذا يصيب الانسان، هسه تلوث الانسان او سوى كونتامينيشن، كونتامينيتد عفوا، كونتامينيتد كلها راح وين تروح؟ راح تروح للستوماتش. بعدين الانسان راح اللي هو يعتبر انترميديت هوست، وايضا يعتبر ديفينت فوست في حالات نادر. ديفينت فوست اقول لكم ليش ديفينت فوست يعتبر الانسان، لانه هو يعتبر انترميديت هوست، راح ياكل الايج، راح الايج يروح وين؟ يصير بالستوماتش، راح يصير هاتش في الاستوماتش، وايضا بالانتستينلز او بالهاتش يصير بالانتستينلز. راح تطلع في شيء من البيضة للجنين اللي هو صحول الانكوسفير. هذه بالبداية اللي هو شنو، هسه خلي اكبر لكم الصورة وشوفون انه هذه صحول الانكوسفير، هذا الشكل الانكوسفير، هذا العفو البيضة الايك اللي 3 بيرز من هوكس، شوفوها هذا قبل شوية فعل بوز، راح يتكون وين؟ لهذا الانكوسفير. الانكوسفيرز ايش راح يصير؟ راح يخترق الفيلاي، الفيلاي راح يتحول بها من الانكوسفير الى شنو؟ الى السايتوسيركوزز، واللي هو هذه تبقى شو اسمه يعني بعد حوالي 4 إلى 5 أيام الى 6 أيام راح يسوي مايجريشن وين؟ من الفيلاي، ويطلع وين؟ واليومنال او السمول انتستينلز. باليومن راح يظل هناك، بعدين الى ان يصير دودة بالغة اللي هي تكون من السكوركس، وهكذا الماتشور وورمز، واللي الماتشور وورمز راح تعطي بروجليتد وتكبر بروجليتد وتنقسم بروجليتد، وايضا تعيد دورة الحياة الى ان شو تصير؟ تصير ايج، وهكذا تعيد دورة الحياة.
يعني استمع ننسى انه الانكوسفير بالخلايا بالله تتحولوا هنا شنو الى سيسول كوين، وبعدين تطلع برا وتسوي ميجريشن وتبقى الى 5 ل 4 ايام وتروح اليومن او السمول انتستينال، يومين يحصل بعدها يومين او 3 ايام يحصل الماتشور ادلت. طبعا واحد يسالني قبل شوي يعني انه انا قلت الانسان يعتبر هم انترميديت هوست وهم شنو ديفينت فوست. شلون ديفينت فوست؟ هنا نجي يحصل اوتو انفكشن. يعني شنو الاوتو انفكشن؟ يعني عاده الاطفال يعني راح يعدي مره ثانيه نفسه وراح يصير اوتو انفكشن مره ثانيه. يحصل شنو الهايبر انفكشن اذا جهاز الاميونتي سيستم مالته كلش واطي وكلش لاونز، فايش راح يصير؟ راح تعيد دوره الحياه مره ثانيه، وراح الطفل يعني تدرون يصير خاش بالمنطقه الاريا اوف انالز، راح يعيد دوره الحياه مره ثانيه. وهذا اذا كان قلنا الجهاز المناعي كلش تعبان راح يصير انجيس مره ثانيه وراح يصير اوتو انفكشن وتعيد دوره الحياه مثل ما قلنا. وهنا هذه دوره الحياه داخل الانسان، اذا طلعت بالاستول راح يصير ايضا الايك، راح الايك تروح داخل الحشره او الفيرز او الانترميتوم موجود الرودنت، والرودنت اللي هي متغذيه على الفيرز المصابه الارثبوده وتسبب الاصابه. زين هنا الامراضيه مالتها، نجي للامراضيه مالتها. طبعا الامراضيه مالتها هنا يعني شوية هنقول أسهل. ليش أسهل؟ لأن هو الدودة أصغر ديدان شريطية موجودة. المشكلة بالشريطيات اللي أخذناها النينوكوكاس التنياسز اللي بنوعها تنياسز تنياسز جيناتو والتنياسوليو، إنه الكبر مالتها كبيرة لذلك تاخذ حجم كبير طويلة، راح يسوي ستاد راح يسوي، أما بالنانا راح تصير صغيرة. إذا صغيرة يعني 1 إلى 3 سنتيم فراح يسوي الرجيك بالموضوع، راح يصير يتحفز الاسبوتوماتيك اسوتوماتيك بالتشايلد، و ايضا راح شو اسمه راح يحصل ايضا يعني الباثوجينيك مالته مي ريسبونسبل فور دياريا الانوكسيا، ويصبح له البيرويدك دياريا. يعني شنو البيرويدك دياريا؟ يعني كل شويه يدخل الحمام يدخل الحمام يدخل الحمام، والابدومينال بين اند نيرفس ديسوردر. طبعا دايجنوسيس كلش بسيط، انه راح استول اكزامينيشن راح اشوف الايك، الايك راح تصطبغ ب نون بيلوستين، صحوا له هذا الديتكت اوف بيلوستين راح يوديها للون المصفر، يعني البيند اوف ايزوفيليا وهكذا، او صبغه الايزوفيليا صحوا له وهكذا. هذه بالنسبه لل صراحة ال H نانا الهامين لوبس نانا، هذا شكل صح ال الحين لوبس نانا ال H نانا، هذا الهامين لوبس نانا واضحة كلش. هذا السكرات وهذا الروستيليوم، والروستيليوم يحتوي على شبكة من الهوكات، والروستيليوم إذا قبل شوي غدناها شفتوها واضح يا شباب جيد. ايش عندنا بعد؟ هذا الايج قلنا. نجي للجزء الثاني اللي هو الهيمونولوبس دمنيوتا. طبعا الهيمونولوبس دمنيوتا ايضا راح يسبب الهيمونولوبيسز، وايضا الدودة اسمها يصح لها الرات توب وورمز. طبعا هذه سيميلر اوف الاجنانة لكن صوت ديفرنت، يعني الحجم اكبر شويه، بينما ذاك قلنا الحجم شويه اصغر. احنا لا لا توصل الى امتار، الى 2 الى 3 امتار او 4 الى 5 متر، وتحتاج الى انترميديت هوست. هناك الانترميديت هوست قلنا الراتات، هنا اختلفت قلنا مو الرات، انسكت بعض الانسكت نفس اللايبو ديبترمز والمايرو بوديز، البيتلز مثل الخنافس
هنافس الطحين ايضا، هنافس الطحين هذه الدمنيوتة، وخاصة الدمنيوتة سحور الطحين هذه الكاملة مالت الطحين اللي شايفها حضراتكم كلها شايفيها، هذه تنتقل عن طريق تسبب الإصابة، لكن هذه الإصابة كلش رير صراحة يعني بالهيومن وخاصة بالأطفال، وإن إحنا نسبب الأطفال. هنا راح ناخذ مقارنة بسيطة بين اتش دمنيوتا والاتش نانا، وهنشوف الكومون هي الكومون نيم هذا صح له 12 تاب وورمز، وهناك الرات تاب وورمز. هنا الهوست الاونلي هوست اوف الانسكت، بينما الاتش دمنيوتا الانسكت ايضا او المان او الرودنت. هنا لايف سايكل بوت دايركت اند دايركت، هنا بس الاندايركت سايكل لانه راح يصير بالنيد انسكت، يعني لازم تحتاج انسكت. هنا الادلت وورمز قلنا من 4 الى 7 سم، بينما هذا 1 الى متر الى 2 متر. سكولكس بير اوف ذا سيكرز وذ روستوليوم اند شو اسمه بالاشنانه، بينما هذا بير اوف 4 سيكرز ايضا 4 سيكرز وذ روستوليوم بات نون هوك، بينما هنا بالاشنانه وذ هوك وذ هوك. وهذه صفة تشخيصية كلش مميزة، وإذا قلت لك مقارنة give me the difference between ان morphological shape ان ايش نانا ان دومينيوتي، راح تقول لي pair of fossicles with rostrium and hook، بينما هذا without hook. جيد، البروبليتد هذا من 200 بينما هذا 800 الى 1000، باعتبار انه هذه حجمها اكبر. الايج سيميلار سايز بينما هذا اكبر. الهيومن انفكشن راح يصير كومون بالاشنانه خاصه بالاطفال، احنا هنا كلش غير جيد. احنا هنا نجي بالاتش دمنيوتا اللايف سايكل مالته اللي يصح له اندايركت، تحتاج الى مضيف وسطي واحد. هذه اذا الانسان نفس دوره الحياه، اذا تشوفوها يعني نفس دوره حياه الاشنانه، الانكوسفير راح يتحول الى يعني راح تصير هاتش بالاستوماج او الانتستينالز، راح الانكوسفير يتحول الى سايتوسركويد، سايتوسركويد راح بالفيلاي يتحول الى الادلت وورمز، وهكذا تنقسم. وايضا هناك بعض الحالات انه شنو شو تصير هنا انه رودنت وفيرز بعد الانسكت، يعني لازم تحتاج مضيف وسط هنا، بينما هناك ممكن ما تحتاج وتصير اوتو انفكشن، احنا ما راح يحتاج الى اوتو انفكشن. جيد، شكل مالتها هذا انه هذا ما يحتوي على هوكات، هذا البروكليتد وهي ديدان هيموفلورايت مونينسا، هذا الشكل مالت الايج. هنا الايج بيختلف، شوف العفو ما اختلف عن شيء لانه بس اكبر حجم وايضا كلورلوس، لكن هذا مصبوغ. الباثوجينيسيتي باعتبار انه هذه كلش قليل وكلش نادر، راح يسوي لوس وايت اي تيش اوف ذا انر اريا وهكذا. طبعا الدايجنوسيس باي ايج ان ستول او نلقى البروجليتد عاده، ما يعني نشوف البروجليتد موجوده بالستول. نجي للجينس الثالث، يعني تلاحظون يعني لانه المحاضره كلش بسيطه والاجناس شويه يعني بس اسماء صراحه، حتى نطوي السيستودا ونتجه الى جينس اخر. عندنا الجينس الاخر اللي هو يصح له دايبليديوم كولونيوم، دايبليديوم كولونيوم يصح له دوغ تاب وورمز صراحه، يعني يصح له الدوده الكلبيه، يعني هذه الدودة الكلبية موجودة في الفلي تاب وورمز، صح له فلي أيضا فلي تاب وورمز موجودة في القطط والكلاب والإنسان. الفلي اللي هو الانترميت هوست والديفينتيف هوست الهيومن، احتمال الدوج أكثر شيء لأنه الهيومن هم أيضا رار يعني يصاب. دابيليزيس صح له الدوج تاب وورمز انفكشن بال شو اسمه السمول انتيسيمالز اوف ذا دوج اند كاتس، والاكوسيشنال ان هيومن موستلي ان تشيلدرن انفانتس. طبعا هنا انا الادلت 10 الى 70 سنتيم، يعني اقل من المتر، بينما ذيك يكون الدمنيود اكبر بينما ذيك اصغر. اللونج سكولر السكورز ان كونتين اوف اوفال سكورز، والشيب مالتها مثل الليمونه، من قبل شوي شفناها ذيك قلنا هذا الباب اللي يطلع بيها، بينما هذا الشكل مالتها من ليمونه، والهوك من 1 الى 7 هوكات دائما دائرها. يعني الارنز والذا روستوليوم ايضا بس يحتوي على شنو؟
الحكم. هذا سيتوس الكوسس، بينما سيتوس الكوسس ذاك يختلف في شكل مالته. هنا راح نشوف ال natural procreated contain of the pair procreated genital pores each of the later margin. الجرافيد ايضا هنا يحتوي، والايكل من 30 الى 60 هذا ايضا الشكل مالتها بالبروكريتد. لا سايكل يعني جدا مشابهه سيميلر اوف ذا الاجناس اللي فقدناهن، مع ذا انه تحتاج الانترميديت هوست، انه هي تو تايبس او هوست ديبندنت هوست هو الدوغ او الكوتس او الكاتس اللي ان هيومن يعني، والانترميديت هوست الانسكت اللي هو الفلي زين. وهكذا دورة الحياة نشوف هنا انه يعني الهيومن اول ما تبدي دورة الحياة هو الايج، يعني الجرافيتي بروجريتد راح يصير بالايج. هنا الايج اختلف يعني يقولون 4 ازواج او 8 ازواج من الايج راح يصير بالبكيج مالت الايج، يحتوي على البرونيتد ايج، بعدين شو اسمه راح يصير وين بالفلي بالجيت مالت الفلي الموجوده وين مالت البرغوث الوصول للبلاغيث مو الخنافس، بينما ذاك كان بالخنافس، فيتحول من الانكوسفير الى السيتوسيل كوزز بالجيت، بعدين الجيت تذهب الى الدوغ. الدوغ يصيب الدوغ اما عن طريق في التونج مالته او طريق السكين مالته الموجوده او الوبر الموجود، ان راح يتلامس الانسان وهي تنتقل اليه، او لا ياكله مره ثانيه وتصير دوره الحياه مالت الكنانيوم. هذا الشكل مالتها، هذا الشكل مالتها، انه هذا الشكل الليموني شكل الراس مالت سكورز، والجرافيت راح يصير هنا الثقبين واحد متوازي الثاني. هذا الباكيج، هذا البروجليتي انقسم صار الباكيج، الباكيج راح وين بالجيت مالت البرغوث، وهذا البرغوث وهكذا انتقل لدورة الحياة. طبعا هذا نوع من انواع البلاغيث اللي يصحوا له الترايكوديكتيز، ترايكوديكتيز هذا امامكم، و الجيوغرافيك ديسبيوشن موجودة في هيومن انفكشن، تشاني تشابان الارجنتين. طبعا دول شرق اسيا كلش قريب بيها باعتبار احنا ما نربي كلاب كثيرة، هناك لا يختلف. هنا انا يعني راح اصير التيبريديوم كانونيوم سيبتومزيك اكسبيشن بيهيفير such of scars of an origin of across the class of or capting. ايضا ال شو اسمه ان اللاب دياجنوزيس، اللاب دياجنوزيس راح نشوف شنو صراحه، راح نشوف الايك او نشوف البروجريتد هو واحد نفسيته موجود بالستول عن طريق الميكروسكوب. راح نشوف الكنانيوم، هذا الكنانيوم بروجريتد اندر اوف ديستيشن مايكروسكوب، والثاني كنانيوم بروجريتد، وهذا الايج باكج يصحون الايج العفو الايج باكج شو اوف ذا ايج، هذا بي هذا الايج باكج دي كنانيوم ايج باكج، هذا يحتوي على 8 بيضات هذا امامكم. ننتقل للجنس الاخير طبعا، وحتى نختم ان شاء الله السيستولوجي اللي هو سهوله داي باثريوم لاتيوم، داي باثريوم لاتيوم، باثريوم لاتيوم، داي باثريوم لاتيوم، اللي هو داي باثريوم لاتيوم. هذا طبعا الدايبو باثريوم لاتيوم، الدايبو باثريوم لاتيوم يعني شنو؟ يعني الدو الدا باثريوم يعني ثنائي الطبقة، يعني هنا الرأس اختلف تماما. يعني إذا حضراتكم يشوفون هذا الفجوة الموجودة، يشوف الفجوة الموجودة وين بالنص، هذا شنو المطبق يعني، يعني كأنه ما في شيء طبقه، يختلف لا بي هوكات لا بي روستوليوم، هنا اختلف يعني صراحة. فالأدروكومز كلش كبير، يعني هذا 10 مترز يعني ما يقارب يعني مثل
السجينات صوليوم، تينيا سجينات صوليوم، العفو تينيا صوليوم مو سجينات، السجينات قلنا امتار توصل 25 متر 30 متر، بينما هذا 10 متر. الناس كولز ستيل لايك اوف ذا جروف، يعني يشبه التجويف، شلون كانما انت مطبق في الورقه جزئين، هذا الشكل مالتها. وصحول البوثريوم اللي هو هذا الجروف، زين، لذلك سموها دايبو بوثريوم لاتيوم، يعني ثنائية الجروف التاج والانتستينالز. هنا أنا راح أبر كل يوم الايك، ايش تمتاز؟ تمتاز بالأوبوكوريوم، وهنا الدودة امتازت بشيء ثاني، وهو ليس الهرموفرودايت، راح يصير يعني هسه هنشوفه، هذا اللي قلنا الأخير اللي هو السيدوبيليا بيليديا العفو. هنا أنا اللارج هيومن تابورمز 10 إلى 10 أمتار، أسكورك سمول، الليمون شيب أو الألموندا شيب، أند هاز ذا ديب لوكتينولز جروبس، الماتشر سيجمنت بورد أوف ذا لين كونتينر، والإيك أوفالي شيب وذ ذا أوبوكريوم، هذا الأوبوكريوم الجزء الفارغ، هذا سحوله الأوبوكريوم، هذا هنا أنا. هنا أكو جزء فارغ من البيضة، سحوله الأوبوكريوم. Another male genitals organism with small intestinals and يبقى يعني الهرموفرودايت، يعني have different offline form of the muscle cells، لكن أكثر تطورا صراحة لأنه يحتوي على spherical small test. والfemale genitals organism ovary polyp posterior region، وهكذا هذا الشكل مالته. نجي لدورة الحياة مالته اللي هو نحتاج إلى شنو؟ السمك، لأنه هذا سحول الدودة السمكية صراحة، يعني اللي هو يعني الكورسيديوم لاربا الكوسفير، يعني راح نحتاج الإنكوسفير، ونحتاج شوف دورة خلال دورة الحياة، إنه the adult worms attach with the mucosa. هنا أنا راح إذا أكل الإنسان، هذا تبديل دور الحياة، إذا أكل الإنسان راح يصير الإيك، راح الكولوسيديوم، هو عبارة عن هنقول جنين، هذا الجنين وين يروح؟ لنوع من أنواع القشريات اللي يصحوله ماريسيديوم. النوع من انواع اللي يصحوا له الماريسيديوم، زين، فهذا تشوفوه الكوروسيديوم هو الهاتش اوف ذا ايج، الكوروسيديوم راح يتحول، الكوروسيديوم يمتاز بشكل شعاعي الشمسي، ترى يعني يشوف هذه الاشكال الشمسيه، راح يلتقي بنوع من انواع القشريات برغوث الماء يصحوله، يتحول الى بري سيركويد لاربا امبادي كافيتي، بعدين هذا برغوث الماء ياكل عن طريق الاسماك الصغيره، زين، ويتحول الى جزء اخر بريديوم فيش ايتس، وينتقل للانسان، وهكذا خلال دوره الحياه. هذه ملخص دوره الحياه الموجوده وين؟ بالدايبوباتريوم لاتيوم، اللي هو كلش بسيطة، انه هذا الايك تحول الى ماريسيديوم، الكوراسيديوم العفو، بعدين ماريسيديوم، بعدين كلت برغوث الماء وانتقل للاسماك، ومن خلالها اذا ما اذا الاسماك غير مطهية زين فراح ينتقل. طبعا هذا منتشر بجنوب العراق كلش شو اسمه، لانه يحتاج لاماكن رطبة وجافة وقريب من مياه البحار اكثر شيء، لانه هذا يعيش العفو مياه العذبة، ايش بالمياه العذبة، هذا برغوث الماء، زين. هذا الفريش ووتر فيش، هذا البروسيركويد لاربا ريليز اوف ذا كريستيانز، هذا الكريستيانز نوع من انواع القشريات ديفلوب انتو بليرو سيركويد، يعني بريك سيركويد يتحول الى بليرو سيركويد، برو سيركويد يتحول الى شنو؟ بليرو سيركويد، هو اللي يعيش وين؟ في الجاتمات، نوع من انواع الكوكوبيد فيرس انترميديت هوست، اللي صحوا له هذا النوع من انواع الكريستياسيا، اللي هو ف
فيرست انتربريتورز، وهذا كلش مهمة لأنه يعتبر شنو يحتاج إلى شنو إلى أكثر من انتربريت هوست. يعني هذا شنو فيرس انتربريت هوست. أيضا النون كوك زين، يعني الهيومن راح ياكل شو اسمه، راح ياكل النون كوكيد انفكتد انترميديت هوست. الفيش البليروسل كويد ديفلوب اوف ماتشور ادلت تابورمز بالسمول انتستينالز اكيور 20 داي تقريبا ويريز سمول انتستينالز. زين هنا أنا كلينيكال، يعني هنا أنا شويه راح اسوي انيميا. ليش؟ لانه هذا الابدومينال ديسكومفورتبل وومتنج وايت لوس. هنا أنا الفيتامين بي 12 ديفيسينسي وذ بركريوسس انيميا اكيور والماس اوف انفكشن مي. راح يشوفون شباب انه هذه ال يتحول ادوت العفو الكولوسيديوم، و قلنا الشكل مالته اللارفا مالته كلش ضروريه انه اللاب دياجنوستس انه الميكروسكوب راح نشوف انه اما الايكولي ستول او موجود اكزامينيشن بروجليتد باسيد او ستول also موجوده. ما عدا انه اكو جزئين مهمه اللي هو صراحة الكولوسيديوم، كولوسيديوم ايك كلش مهم لانه يعني يعتبر جزء رئيسي، وايضا انفكتيف ستيج اللي هو البليوروسيركويد موجي قلنا دورة حياة الادلت سمول. راح الدايجنوز ستيج اللي هو الامبريونيتد ايك بالفيسز، يتحول الامبريونيتد ايك بالووتر، بعدين يتحول الى الكولوسيديوم، الكولوسيديوم البروسيركويد، بعدين البليروسيركويد، وهذا الاول الانترميديت الهوست الاولي، بعدين الانترميديت الهوست الوسطي اللي هو الاسماك. يعني اذا حضراتكم شفتوها انه هذا يحتاج الى تو انترميديت هوست، الانترميديت الهوست الاول اللي هو نوع من انواع القشريات يصح له برغوث الماء، والانترميديت الثاني اللي هو شنو الفيش، وينتقل الى الانسان. هاي بما خلصنا ان شاء الله المحاضرة الثامنة اللي هي تتعلق كلها في السيستودا اللي قلنا السايكلوفيديا وايضا السيدوفيديا. شكرا جزيلا، وان شاء الله نلتقي بالصحة والسلامة بالمحاضرات السابقة، عفوا الجاية ان شاء الله الجين الثاني.